فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يفاجئ الجميع ويكشف عقوبة الكاف للاعب المصري عبد الرحمن أجويرو بعد واقعة اعتداءه على الطفل المغربي حامل الكرات. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. في بداية حديثه وتصريحاته اليوم، أكد فوزي لقجع أنهم لن يتركوا حق الطفل المغربي وسيأخذ حقه بلا أي شك وبلا أي نقاش. أيضا فوزي لقجع أكد أنه تم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعقوبة الشطب النهائي هي العقوبة المنتظرة والمؤكدة للاعب المصري عبد الرحمن أجويرو، حيث أكد فوزي لقجع أنه حسب القوانين واللوائح فإن الاعتداء على أي من عناصر اللعبة يعتبر جريمة كبرى، عقوبتها هي الشطب النهائي من سجلات أن يكون لاعب كرة قدم. أيضا فوزي لقجع أكد أنه يتعجب تماما من موقف الإعلام المصري وكذلك اتحاد الكرة المصري وصمتهم التام على سلوكيات لاعبي منتخب مصر الأولمبي، حيث وصف فوزي لقجع لاعبي المنتخب المصري الأولمبي بتصرفاتهم غير أخلاقية. في نهاية الأمر، كل التوفيق لفوزي لقجع في أن يأخذ الطفل المغربي حقه.